خلينا بس نبدأ من الأول خالص، إزاي تم اختيار مصر؟ إزاي وقعت القرعة على مصر؟ والله ده طبعا بالاتصالات مع الاتحاد العربي. مصر بتطلب أي حاجة لازم بيبقى لها يعني بيبقى في تقدير لدور مصر والنهضة الرياضية الشاملة اللي ظهر اليومين دول، من حيث المنشآت، من حيث إعداد الكوادر، فكل ده بيجد استحسان. أول ما مصر بتطلب شيء لازم بيستجاب له. حلو جدا. يبقى قرار كان ان مصر هتستضيف هذه البطوله، ابتدت امبارح لغايه يوم الخميس ان شاء الله. رتبنا ليها ازاي؟ استعدينا ليها ازاي؟ برضو خلي الناس تعرف الشغل والكواليس اللي حصلت عشان اطلع بطوله بهذا الشكل المحترم حقيقي. والله هو طبعا هي دي او مش منتخبات بس، دي منتخبات وانديه. العدد ما كانش الاتحاد العربي يتوقع العدد الضخم ده، سواء من الدول العربية أو من مصر. فإحنا بنشتغل بقالنا حوالي من شهور على استضافة البطولة العربية، والحمد لله. طبعا ما كانش حد متوقع العدد الضخم ده، وطبعا انت بتطبقي الإجراءات الصحية، فلازم يقعدوا في مدة معينة داخل الفقاعة. فكل ده كان محتاج فنادق، والحمد لله ما حصلش اي مشكله. الحمد لله. حلو قوي. امبارح بقى المشهد كان جميل، والفنان احمد جمال غنى وكان موجود. الحمد لله. وكان في تفاعل. هو الاول فيه كان حضور قد ايه تقريبا؟ وخلينا نعرف من حضرتك برضو الكواليس امبارح في حفل الافتتاح. والله امبارح كان الجمهور بيتعدى 2000 شخص. الجمهور لوحده دول اغلبهم اولياء امور الاولاد، انت عارفه دي براعم وشباب وناشئين، فكل المراحل المشتركة فيها، وبنات